بعد ظهر 9 من ديسمبر لعام 1988، عادت ماري إيلين سامويل إلى منزل زوجها روبرت سامويل المعروف باسم بوب لتجد مشهدا في غاية البشاعة. كان المصور الهوليودي المحترف ذو 40 عاما والدم ينزف من رأسه بغزارة، ولم تستطع المرأة معرفة سبب ذلك الجرح الغائر في رأس زوجها، لكن كان من الواضح أن الرجل كان ينازع للحفاظ على حياته. تواصلت ماري على الفور بنجدة لإرسال المساعدات، وما هي إلا دقائق معدودة حتى بدأت سيارة الشرطة والإسعاف في الوصول إلى منزل بوب في نورثريدج بولاية كاليفورنيا الأمريكية. عندما وصلت وحدات الشرطة إلى مسرح الحادث، كان بوب قد فقد حياته بالفعل، ولذلك فقد تم استدعاء محقق قسم جرائم القتل للشروع في التحقيقات على الفور. لاحظ المحققون أن بوب قد تعرض لإطلاق النار في الوجه، الأمر الذي يعني أن الجاني كان يقصد إنهاء حياة الضحية، فضلا عن عثورهم على وسادة بجانب الجثة يبدو أن الجاني استخدمها ككاتم للصوت. كان كل شيء يشير إلى أن بوب قد تم إعدامه، وقد تأكدت شكوك المحققين بعدما لاحظوا عدم اختفاء أي من الأغراض الثمينة من منزل بوب. وقد كان بوب رجلا ثريا، حيث كان مصورا محترفا في هوليوود، فضلا عن أنه كان يملك مطعما للوجبات السريعة، مما يعني أن منزله كان مليئا بالأغراض الثمينة التي تبدو مغرية لأي لص يهدف إلى السطو على المنزل. انتفت فرضية السرقة لدى المحققين، وباتوا متأكدين منذ اللحظة الأولى أن الجاني كان يعرف بوب جيدا، خصوصا بعدما لاحظوا عدم وجود أي علامات اقتحام على أي من أبواب أو نوافذ المنزل، الأمر الذي يعني أن بوب فتح بنفسه الباب لمطلق النار وسمح له بالدخول. في معظم جرائم القتل، يمكنني القول في حوالي 85% منها، يكون الجاني أو المتآمر الرئيسي للجريمة هو شخص مقرب من الضحية ويعرفه جيداً. كان لدى المحققين أكثر من افتراض أو أكثر من خيط لتتبعه في سبيل فك طلاسم لغز جريمة مقتل بوب. وفي هذه الحلقة من قناة وقائع سنسرد لكم تفاصيل هذه الرحلة الطويلة والمليئة بالتوقعات التي ستوصل الشرطة في النهاية للإيقاع بالأرملة الخضراء، أو بمعنى أصح المرأة التي تلاعبت بعدد من الرجال لتحقيق غايتها. لذا لا تفوت مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. كان بوب قد شارك في إنتاج عدد من الأفلام ذائعة الصيت مثل ليتال وهيفن كان ويت وغيرها من الأفلام، الأمر الذي يعني أن خبر وفاته بتلك الطريقة المفاجئة كان له صدى كبير في وسائل الإعلام وفي المجتمع السينمائي لهوليوود. بدأ المحققون عملية التحري باستجواب عدد من المقربين من الضحية، وعلى رأسهم زوجته ماري، والتي تبين للمحققين لاحقا أن علاقتها بزوجها لم تكن على ما يرام، وأنها كانت قد تقدمت بطلب رسمي للمحكمة للحصول على الطلاق منه، بالإضافة إلى ابنته بالتبني نيكول والتي كانت تبلغ من العمر 18 عاما آنذاك. كان بوب وماري زملاء في المدرسة الثانوية، ونشأت بينهما علاقة مراهقين عابرة في ذلك الوقت، لكن بعد عدة سنوات وبعد ما صار كل منهما في طريقه في الحياة، التقيا من جديد وأعاد أواصر الصلة بينهما، وانتهى بهما الأمر بالزواج في النهاية. على الرغم من أن زواجهما كان ينهار، لم يلاحظ المحققون أن ماري كانت تملك أي سبب للتخلص من زوجها بهذه الطريقة. أما نيكول التي كانت تشعر بالامتنان لبوب الذي تبناها وأنقذها من حياة الملاجئ البائسة، فلم تثر شكوك المحققين أيضا، إلى أن وجهة نظر المحققين سرعان ما تغيرت عندما نما إلى علمهم أن ماري كانت تحاول صرف مبلغ التأمين على الحياة الخاص ببوب، والذي يقدر بحوالي 500,000 دولار أمريكي، الأمر الذي يعني أنها تملك دافعا قويا للتخلص من زوجها قبل أن تتم إجراءات الطلاق. على إثر ذلك استدعى المحققون ماري للاستجواب من جديد، وهذه المرة
أخضعوها لجهاز كشف الكذب ونجحت في الاختبار، مما دعا المحققين لإخلاء سبيلها، واستطاعت بعد ذلك أن تصرف مبلغ التأمين بنجاح. في تلك الأثناء كان المعمل الجنائي قد أصدر تقريره لتشريح جثة بوب، وقد أشار التقرير إلى أن الضحية تلقى ضربة قوية على رأسه باستخدام أداة أنبوبية. من المرجح أن تكون ماسورة البندقية التي استخدمها الجاني لإطلاق النار على الضحية. بعدما خاب تقرير المعمل الجنائي في الإشارة إلى أي خيط قد يقود المحققين إلى الجاني، بدأ فريق التحقيق في التعمق بشكل أكبر في حياة بوب الشخصية. وسرعان ما اكتشفوا أن بوب كان يواعد امرأة متزوجة في الفترة التي انفصل فيها عن ماري تماما كبوب. كانت علاقة تلك المرأة مع زوجها قد انتهت تقريبا، لكنه كان رجلا غيورا وعنيفا، وكان زوج تلك المرأة شرطيا سابقا، لكنه في ذلك الوقت كان يعمل حارسا أمنيا في نادي الليلي. والأهم من ذلك أن تاريخه الشخصي كان حافلا بحوادث العنف المنزلي التي تنجم عادة عن غيرته المفرطة، فضلا عن امتلاكه لبندقية كتلك التي تم استخدامها لإطلاق النار على بوب. أصبح الزوج الغيور على قمة لائحة المشتبه بهم في القضية، وتم استدعاؤه للتحقيق بالفعل، إلى أن المحققين سرعان ما أدركوا أن الرجل لم يكن بالقرب حتى من منزل بوب وقت وقوع الجريمة، وقد تأكد المحققون من حجة غيابه بالفعل، مما دعاهم إلى استبعاده من لائحة المشتبه بهم في النهاية. أجرى المحققون أيضا عددا من المقابلات مع زملاء بوب في هوليود وموظفيه في المطعم لتحديد إذا ما كان هناك بينهم من يضمر في صدره الحقد الكافي لإنهاء حياة بوب بتلك الطريقة النكراء. لكن ذلك المسار لم يسفر عن أي تقدم، حيث إنهم سرعان ما أدركوا أن بوب كان رجلا مجتهدا ومخلصا في عمله، وكانت هذه الطباع كافية لكسب ود ومحبة من عمل معهم. ظل الأمر على هذا الحال لمدة 5 أشهر تقريبا، حيث لم يستطع المحققون تحقيق أي تقدم يذكر في القضية، إلى أن وردتهم مكالمة من مخبر مجهول أوضح لهم أن شابا يدعى جيمس بينشتاين كان وراء إطلاق النار على بوب وإنهاء حياته. التقط المحققون هذا الخيط وبدأوا في البحث عن سجل جيمس الإجرامي، وتبين لهم أنه تعرض في السابق للاعتقال عدة مرات بتهم تتعلق باستهلاك المخدرات. لكن الأهم من ذلك هو أن المحققين علموا أن جيمس كان على علاقة عاطفية بنيكول ابنة بوب التبني. كانت نيكول قد ألمحت لعلاقتها بجيمس أثناء حديثها مع المحققين، لكنها ذكرته على أنه أحد الأصدقاء، فيما كان جيمس يخبر الناس أنها كانت عشيقته. حاول المحققون الحديث مع جيمس في عمله، لكنه لم يكن هناك، ولذلك فقد اكتفوا بالحديث مع رئيسه في العمل الذي كشف عن بعض المعلومات المفاجئة والمهمة في مسار التحقيقات. أوضح الرجل خلال حديثه مع المحققين أن جيمس كان دائما ما يتحدث عن معاناة نيكول مع والدها الذي كان يتحرش بها جنسيا، وكيف أنه يريد القيام بشيء حيال ذلك. ولم يخفي الشاب سرا بأن بوب كان يستحق الموت جراء ما فعل. دهش المحققون لتلك المستجدات وقاموا بالتحرير عما إذا كانت نيكول أو ماري قد وجه هذه التهم لبوب من قبل، من خلال سجلات الشرطة وملفات الطلاق التي قدمتها ماري للمحكمة، لكنهم لم يعثروا على أي شيء. عندما تحدث المحققون مع نيكول من جديد وعرضوا عليها التهم التي كالها جيمس لوالدها، رفضت الفتاة التعليق أو حتى استكمال الاستجواب مع المحققين. أما بالنسبة لجيمس فلم يستطع المحققون الوصول إليه، حيث يبدو أن الشاب علم بطريقة ما أن الشرطة كانت تبحث عنه ولاذ بالفرار، ولذلك فقد كثف المحققون جهود البحث للعثور عليه. في شهر يوليو من عام 1989 عثر المحققون على جيمس، لكنه كان جثة هامدة تم العثور عليها على الطريق السريع في مقاطعة فنتورا بولاية كاليفورنيا. تم نقل جثة جيمس للتشريح من قبل المعمل الجنائي الذي أوضح أن الشاب فقد حياته خنقا قبل أن يتم إلقاء جثته على الطريق السريع.
لم يكن المحققون قد حلوا قضية بوب بعد، لكنهم باتوا الآن يتعاملون مع قضيتي قتل. من الواضح أنهما كانتا متصلتان ببعضهما البعض. قام المحققون بتفتيش منزل جيمس، وهناك عثروا على بطاقة يبدو أنه كان يستخدمها للاتصال من الهواتف العامة، وقد تم إرسال هذه البطاقة للمعمل الجنائي ليتم تحليلها ومعرفة الأرقام التي اتصل بها جيمس من خلال تلك البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث المحققون أيضا مع شقيق جيمس الذي أوضح لهم أن جيمس كان منخرطا في تجارة المخدرات برفقة صديقه المقرب ديفيد نافارو، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون لذلك العمل علاقة مباشرة بنهاية أخيه المؤسفة. وضع المحققون ديفيد نافارو قيد المراقبة، وسرعان ما تبين لهم أن ديفيد كان هو المتصل المجهول الذي أبلغ المحققين أن جيمس كان متورطا في إطلاق النار على بوب، ولذلك فقد تم جلبه لمركز الشرطة ليتم استجوابه. وهناك عرب عن المزيد من المعلومات القيمة. أوضح ديفيد للمحققين أن ماري هي من دبرت أمر إطلاق النار على بوب منذ البداية، حيث أنها كانت طامعة في الحصول على مبلغ التأمين، فضلا عن مطعم الشطائر الذي كان يدر الكثير من المال. تواصلت ماري مع ديفيد في البداية لتوكل له تلك المهمة، لكن الشاب رفض ذلك، الأمر الذي دعاه للجوء لصديقه جيمس. أظهر تحليل بطاقة الهاتف التي تم العثور عليها في منزل جيمس أن الشاب اتصل بكل من ماري ونيكول ليلة وقوع الجريمة. لقد اكتشفنا أن جيمس اتصل بماري قبل نصف ساعة فقط من تواصلها مع الشرطة لتبلغ عن عثورها على جثة زوجها، فضلا عن اتصال آخر أجراه جيمس أيضا إلى مطعم الشطائر الخاص ببوب. علم المحققون أيضا من خلال مراجعة حسابات المطعم الخاص ببوب أن الحساب البنكي للمطعم حول مبلغا من المال جيمس الذي لم يكن يعمل في المؤسسة، الأمر الذي يعني أن تلك كانت الطريقة التي تلقى بها جيمس حسابه لقاء إطلاق النار على بوب. خلال مراجعة الحسابات اكتشف المحققون أيضا أن المطعم قد حول مبلغ 6,000 دولار لصديقة ماري أن هامبلي التي لم تكن موظفة في المطعم أيضا، وسرعان ما اشتبه المحققون في ذلك التحويل، وعلى أساس ذلك تم استدعاء آل للاستجواب. عقدت آن صفقة مع المحققين تخبرهم بموجبها بكافة التفاصيل مقابل لا يتم ملاحقتها جنائيا أو يوجه لها أي تهمة. أوضحت للمحققين أن ماري استأجرت جيمس للتخلص من زوجها، لكنها سرعان ما استحبت الأمر وشعرت أنه بات من السهل عليها التخلص من الأشخاص الذين يشكلون خطرا في حياته، ولذلك فعندما علمت أن جيمس كان يثرثر بشأن ما حدث مع أصدقائه المقربين لم تتردد في توظيف شخص آخر لينهي حياة جيمس. كان القاتل المأجور هذه المرة هو بول جول وصديقه داريل إدواردز اللذان كانا أصدقاء آن، وقد لعبت هي دور الوسيط بينهما وبين ماري وسلمتهما مبلغ 6,000 دولار الذي حولته ماري لحسابها. في 26 من يناير عام 1990 ألقي القبض على ماري إيلين وتم تفتيش منزلها، وأطلقت الصحافة عليها لقب الأرملة الخضراء، وذلك تيمنا بلون الدولار الأمريكي الشهير في إشارة إلى أنها أنهت حياة زوجها طمعا في أمواله. بعد ذلك ببضع أيام فقط تم إلقاء القبض على كل من بول جول وصديقه داريل إدواردز الذين لم يترددا في الاعتراف وأبرما صفقة للإقرار بالذنب مع الادعاء يقومون بموجبها بالشهادة ضد ماري إيلين أمام المحكمة. بموجب تلك الصفقة وجهت لصديقين تهم القتل من الدرجة الثانية وحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاما، وقد تم إطلاق سراحهم في العام 2009. أما ماري إيلين فقد بدأت إجراءات محاكمتها في شهر مايو من عام 1994، وانتهت هيئة المحلفين لإدانتها بتهمة القتل من الدرجة الأولى وحكم عليها بالإعدام، لكن هذا الحكم تم تخفيفه فيما بعد ليصبح حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.